مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ اليوم عنا حصة رياضيات رح نتعلم فيها مفهوم ما قبل وما بعد. معنا رقم 9، قبل رقم 9 في رقم 8، بعد رقم 9 رقم 10، رقم 6، قبل رقم 6 رقم 5، بعد 6 رقم 7. هون معنا رقم 2، شو في قبل رقم 2؟ رقم 1، ومنحطه. بعد رقم 2 رقم 3، هيدا رقم 3. هون معنا رقم 4، قبل رقم 4 رقم 3، منحط رقم 3. بعد رقم 4 رقم 5، منحط رقم 5. هلأ صار دوركن، رح أعطيكن أرقام وتحطولي شو في قبل وشو في بعد.